مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله ينطلق شوطنا التاسع المخصص لفئة الإبكار. اللقاية من المسافة هي 3 كيلومترات، شوط يحمل العديد من الأسماء ومن الشعارات القوية والحاضرة في هذا الشوط وفي هذا التحديات الممتازة. ننطلق في هذا الشوط لنتعرف على الانطلاقات الممتازة وعلى المراكز المتقدمة. تتقدم هنا الشبابية مبارك بسلمان بن علي الكتبي، يتواجد على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هناك الوصول من الشايبة عبد الله بن راشد برويس الكتبي، يقدم لنا الشايبة على المركز الثاني. والمركز الثالث هناك الوصول من ساري محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، يتواجد على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك الوصول في هذا التحدي مع فتنة خليفة بن عبد الله بن شاهين المري، يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس القادمة في هذا التحدي الممتاز هي مليحة أو مليحي المليحي، تتواجد عبد الله بن علي بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا مليحة في هذا التحدي الممتاز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه الخمسة المراكز المتقدمة ذعناها على مسامعكم، عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة الأولى وإلى المركز الأول. بالفعل هناك المركز الأول، هناك مقدمة هذا الشوط. الشبابية تبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار مبارك بن سلمان بن علي الكتبي. الكتبي هنا يكتب قصة النجاح، بالفعل قدم طموح ويأتي مع الشبابية، يأتي مع الشبابية في هذا الشوط. يا سلام يا سلام الأداء الجميل وسلالة الشبابي. ولكن المركز الثاني هناك الوصول مع سارية محمد بن خليفة من درويش الفلاسي، يقدم لنا سارية أو سارية مع المركز الثاني. الله 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 على هذه الأسماء القوية الحاضرة في هذا التحدي. الكيلو الأخير يا راعي طموح، الكيلو الأخير يقدم الشبابية، يقدم الشبابية سلالة الشبابي، سلالة الشبابي من تتواجد في هذا الشوط. سلالة الشبابي في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الممتاز والرائع والجميل. الله هنا بميرين يتقدم، ينطلق على المركز الأول مع الانطلاق الممتاز. الشبابية مبارك بن سلمان بن علي بميرين الكتبي مع الشبابية وسلالة الشبابي، سلالة الشبابي العصاف الأبطان، العصاف الأبطان، خل العصاف الأبطان وروح من الموقف مع انطلاقة الشبابية، مع انطلاقة الشبابية تبعد بالمسافة. سلالة الشبابي، سلالة الشبابي مع المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل، على هذا التحدي الممتاز. إذا هذه الشبابية تنتزع ناموس هذا الشوط، قدم طموح هذا الشعار ويقدم لنا الشبابية. والنقطة الثانية لهذا الشعار سلام يا بن ميرين، مبارك بن سلمان بن علي بن ميرين الكتبي، سلام وتحية واحترام والسلام إلى وين؟ السلام إلى وين؟ إلى وسلام يا مغافة، سلام إلى منطقة العين وإلى مغافة، إلى مغافة، سلام لكم يا هالي مغافة. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا الشبابية مبارك بن سلمان بن ميرين الكتبي المركز الثاني، السلهودة سالم بن سعيد بن كاسب المسافري المركز الثالث، الثالث المركز الثالث اللي وصلتنا على المركز الثالث. واحد زائد واحد اوكي واحد لا المركز المركز